برمي لي غلاس اللي كيعجبوني بزاف في الغلاس ديال الياورت. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا ان غلاس ياورت مكونات بسيطه وفي وقت وجيز. باش نوجدو غادي ناخدو نص لتر ديال الحليب بارد مزيان، وغادي نضيفو له ساشي ديال كريم شانتيي، وغادي نضربوهم ضرب الكهربائي حتى تولي اون كريم. ملي غادي توجد غادي تضاعف الحجم ديالها. غادي ناخد واحد القدر اللي هو كبر من القدر الاول اللي استعملته. باش غادي نضيف لا كريم شانتي اللي طلعناها حك ديال نيستلي اولا الحليب المركز المحلى. وغادي نضيفو خمسة ديال لي بو ديال دانون مسوس. غادي نحركوهم مع بعضياتهم مزيان. في هاد المرحلة اللي بغا فيكم يضيف نكهة يقدر ياخد باكي ديال فلان ديال 3 دراهم. كيعجبو الفخيز يقدر يضيف الفخيز، كراميل، شوكولا، بنان، اللي النفس ديالكم كانت مشهيه. سينون كتقدروا تخليوه غير بحال هكذا بدانون. انا من الناس اللي كيحمقهم ياورت غلاسي، الوغ كيعجبني نخليه غير مصاوب غير بدانون بدون اضافات. غادي نحاول نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان. حتى كيبان لي بلي راه ما بقات حتى شي حاجه مرصبه في التحت. وهكذا كندوزو باش كنخويو الخليط ديالنا في المول. الا رديتو البال هنا لا كونتيتي كتكون كثيره، الوغ غادي نديرهم غادي نقسمهم على جوج ديال لي مول. الوغ ملي كنخويو في المول الاول كنحاول نضربو شويه على سطح العمل باش كنحيد داك لاغ اللي كاين لداخل. وبهكذا كيكون لاكلاص ديالنا واجد، وغادي ندخلوه للفريغو لمده ديال 8 ساعات. باش كنحصلوا على هاد النتيجه. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك، ابوني للناس جداد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.